هاي كوستاريكا هي إحدى دول أمريكا الوسطى، اسمها بيعني الساحل الغني، وهي بتضم حوالي 4,500,000 نسمة، والعمر المتوقع فيها هو 77 سنة وهو من الأعلى بالعالم. في حوالي 121 تشكيل بركاني بكوستاريكا، 7 من بينهم بعض الناشطين، وفوهة بركان بواس هي الثانية من ناحية الوسع بالعالم، بينما أرينال هو من بين البراكين العشرة الأكثر نشاطاً بالعالم. بتضم كوستاريكا 5% من التنوع البيولوجي بالعالم، مع أنه مساحتها بتشكل 0.03% من مساحة الكرة الأرضية. أكثر من 25% من مساحة البلد مخصصة للحدائق العامة، المحميات وملاجئ الحياة البرية. مين قال أنه كوستاريكا هي من أكثر الدول الصديقة للبيئة لأنها بتعتمد بنسبة 99% على الطاقة المتجددة؟ أنا قال، بشوفكم بكرة.